نشرة الأخبار من قناة بلقيس، والبداية بالعناوين. مقتل 7 من ميليشيا الحوثي في مواجهات عنيفة في منطقة الضباب بتعز. قتلى وجرحى في اشتباكات بين المقاومة والحوثيين في محافظة البيضاء. منظمة حقوقية ترصد مقتل نحو 1400 شخص في عدن برصاص الميليشيا. أهلا بكم. ذكرت وكالة رويترز نقلا عن مسعفين أن 50 من عناصر القاعدة قتلوا في غارة استهدفت معسكر تدريب لتنظيم في محافظة حضرموت. وقالت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون إن الجيش الأمريكي شن ضربة جوية على معسكر تدريب للتنظيم أسفر عن مقتل عشرات المقاتلين. من جديد، الطائرة الأمريكية تغير على هدف هام لتنظيم القاعدة في المكلا. الغارة استهدفت معسكرا تدريبيا كان يستخدمه أكثر من 70 مقاتلا في التنظيم بحسب وزارة الدفاع الأمريكية. وكالة رويترز نقلت عن مصادر طبية مقتل 50 من عناصر التنظيم، فيما جرح 30 آخرون جراء القصف الذي استهدف معسكرا لهم في مديرية حجر غربي المكلا. ليست العملية الأولى التي تنفذها الطائرة الأمريكية ضد أهداف للقاعدة، فقد سبق وأن أغارت على عدة أهداف توجت معظمها بمقتل قيادات بارزة في التنظيم في كل من أبيان وشبوة وحضرموت. وفي الوقت الذي تدخل الأجواء اليمنية عاما جديدا من الحظر وتحت سيطرة التحالف العربي، تمر أجواء شرق البلاد بطائرة من دون طيار، فيما تسود على الأرض حالة من الهدوء المشبوب بالحذر خاصة في المكلا الخاضعة لسيطرة التنظيم منذ إبريل من العام الماضي. نفذ التنظيم خلال العامين الماضيين عمليات نهب لأسلحة المعسكرات وأموال البنوك وأموال الأوقاف والضرائب، وبدأ في بيع النفط أيضا، فيما تتهم الحكومة الرئيس المخلوع بتسخير أسلحة المعسكرات الموالية له للتنظيم. وانطلاقا من المكلا، صارت القاعدة تدرب وتمول وتسلح وتتمدد إلى بعض المحافظات وتتوسع نحو حضرموت الوادي. تشير التجارب السابقة إلى أن تنظيم القاعدة قد لا يواجه أي تحرك عسكري بالثبات في المناطق التي ينتشر فيها، بقدر ما ينتهج استراتيجيته بالانسحاب مؤقتا ونقل الصراع إلى أماكن أخرى والرد بهجمات مباغتة، وهو ما يترك الوضع مفتوحا على كل الاحتمالات بما فيها أن يسعى للسيطرة على مناطق جديدة أو الانسحاب من بعضها بوساطات محلية. أفاد مصدر في المقاومة الشعبية أن 7 مسلحين حوثيين قتلوا خلال الساعات الماضية في المناطق الجنوبية الغربية من مدينة تعز. وقال المصدر أن عناصر الميليشيا هاجموا مواقع المقاومة في جبهة الضباب جنوب غربية مدينة تعز، ما أسفر عن مقتل 7 منهم. وأشار إلى أن الحوثيين سيطروا على مقر السجن المركزي بيد أن المقاومة استعادته خلال الساعات الماضية. هذا وعودت الميليشيا فرض حصارها على مدينة تعز عقب سيطرتها على المنفذ الجنوبي الغربي للمدينة بعد نحو 10 أيام من كسر المقاومة الحصار جزئيا. وقال شهود عيان إن الحوثيين أقاموا جدارا في منطقة المقهاية بالضباب على الطريق الرابط بين مدينتي تعز وعدن، ونصبوا معبرا جديدا بعد معارك عنيفة مع قوات الجيش والمقاومة استمرت 3 أيام. وفي السياق ذاته قالت مصادر محلية إن طائرات التحالف شنت غارات على الجدار المستحدث من قبل الميليشيا وغارات أخرى على مواقع في حدائق الصالح. وللمزيد من التفاصيل ينضم إلينا عبر الهاتف من تعز مراسلنا فواز الحمادي. مرحبا بك فواز، وما هي آخر تطورات المواجهات في جبهة الضباب؟ هذه الأثناء تشهد جبهة الضباب اشتباكات متقطعة بعد ساعات من الاشتباكات العنيفة التي حاولت من خلالها ميليشيات الحوثي وقوات المصالح فوق موقع قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في الضباب وفوق الحرمين، لكن قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية تمكنت من سد هجوم الميليشيات ودحرها إلى منطقة المقهاية أسفل نقطة الضباب، النقطة الرئيسية التي شرعت ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح
يوم امس في بناء سور وتحويله الى معبر جديد بديلا عن معبر الدعي الذي تم تحريره. كذلك طيران التعارض العربي واصل شن على مواقع تمرد الميليشيات الانقلابيه في حديقه الصالح وتبت المتبابه وتبتي الخزان والكامل، اسفرت عن مقتل عدد من افراد الميليشيات الانقلابيه وتدمير عدد من الاليات العسكريه التي حاولوا من خلالها الهجوم على مواقع الجيش الوطني، خصوصا بعد التعزيزات العسكريه الكبيره التي استخدمتها الميليشيات الانقلابيه من اللواء العاشر حرس جمهوري الذي كان يوقف في مدينه باجل. تحدثنا مع قائد الجبهه العميد عبد الرحمن الشمساني، قال ان القياده في جبهه الطرف تلقت وعودا من فوز الأخبار تتحدث أن طائرات التحالف قامت بقصف الجدار المستحدث في المنطقة التي استعادوها الميليشيا. ما صحة هذه الأنباء؟ هل تسمعني يا فواز؟ نعتذر مشاهدينا الكرام على رداءة الصوت، شكرا لك مراسلنا فواز الحمادي. قتل 12 مسلحا من الميليشيا في كمين نفذته المقاومة الشعبية في مديرية يريم التابعة لمحافظة إب، وذكرت مصادر في المقاومة إنهم استهدفوا عربة عسكرية في نقيل سمارة كانت في طريقها إلى تعز، ما أدى إلى إعطاب العربة وقتل 12 من أفراد الميليشيا وجرح 3 آخرين. اندلعت اشتباكات عنيفة بين المقاومة الشعبية والميليشيا في مناطق عدة بمديرية ذي ناعم بمحافظة البيضاء، ومصادر في المقاومة أكدت أن اشتباكات عنيفة اندلعت بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة في مواقع البركات ومنعظ والسيلة، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى من الميليشيا. تعرض الميليشيا لخسائر متتالية في محافظة البيضاء يجعلها تدفع بتعزيزاتها العسكرية بشكل مستمر، لكن ذلك لم يجدي نفعا، فالمقاومة الشعبية تصدت لكل القوات التي وصلت مؤخرا في مهمة بسط سيطرتها على المحافظة، فالمواجهات تشتد في كافة الجبهات، والمقاومة استطاعت أن تفشل كل هجمات الميليشيا والقوات الموالية للمخلوع صالح. المعلومات القادمة من الميدان تؤكد أن المواجهات ازدادت عنفاً في مديرية ذي ناعم، حيث حاولت الميليشيا التقدم في تلك الجبهات، إلا أن المقاومة عززت من مقاتليها وخاضت معركة عنيفة. أفشلت محاولة الميليشيا السيطرة على مواقع استعادتها المقاومة الشعبية خلال الأسابيع الماضية، وقال المركز الإعلامي للمقاومة الشعبية إن الميليشيا وقوات المخلوع صالح قصفت بصواريخ الكاتيوشا قرية يفعان بمديرية ذي ناعم، وقرى آل عبد الله وآل هاشم بمديرية الطفة ومديرية الصومعة. طائرات التحالف العربي شاركت في المعارك الأخيرة واستهدفت بعدة غارات تعزيزات للميليشيا في مواقع قريبة من منطقتي الوهبية والعبدية على الحدود مع محافظة مأرب. ورغم ما يجري في جبهات القتال بالبيضاء، إلا أن المقاومة الشعبية بعيدة عن الدعم والمساندة في حربها ضد الميليشيا وحليفها المخلوع صالح. رصدت منظمة حق المحلية مقتل نحو 1488 شخصا في مدينة عدن منذ مارس وحتى منتصف أغسطس من العام الماضي، وقالت المنظمة إن 380 شخصا سقطوا ضحايا لأعمال القنص، في حين سقط 490 آخرون في هجمات بالأسلحة الثقيلة. We'll be right back.
قال وزير حقوق الإنسان عز الدين الأصبحي إن ميليشيا الحوثي والرئيس المخلوع ارتكبت جرائم ضد الإنسانية في البلاد. وأضاف خلال لقائه سفيري الولايات المتحدة الأمريكية ومملكة هولندا لدى مجلس حقوق الإنسان بجنيف أن القتل الممنهج الذي تقوم به الميليشيا جرائم ضد الإنسانية. وأشار الأصبحي إلى أن ذلك يتطلب تكاتف الموقف الدولي لوقف تلك المجازر التي ترتكبها الميليشيا بحق المدنيين ضاربة كل قوانين حقوق الإنسان عرض الحائط. لفرادة الجريمة التي تجري الآن حقيقة على الأرض اليمنية، وربما بأننا من خلال لقاء تركيا اليوم نستطيع أن نقول. وللمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من عدن الدكتور محمد قاسم نعمان رئيس مركز اليمن لحقوق الإنسان. مرحبا بك دكتور. دكتور، هذا الرصد الحاصل من قبل المنظمات المحلية التي تقوم به، هل يتم تزويد هذه التقارير للمنظمات الدولية لتقوم بالقيام بدورها الحقوقي تجاه اليمن؟ هو على فكرة بالنسبة لرصد الانتهاكات التي حصلت في عدن منذ بداية الحرب العدوانية للحوثيين وحديثهم الرئيس السابق علي عبد الله صالح في عدن والجنوب، طبعا يعني الموضوع يحتاج الى يعني تقنيات يعني عالية، وايضا يحتاج الى خبرات عالية فيما يتعلق بقضية الرصد وتجميع المعلومات وتبويا الى اخره. نعم، هناك في منظمات تبذل جهود في هذا المجال، ونحن بالنسبه لنا في مركز اليمن الانسان احنا قمنا بعمليه الرصد لعدن ولاحق وبداله، واللي يعني كان لدينا حوالي 40 طاقم يعني من الميليشيا قام بالرصد بعد ان اعطينا لهم دوره تدريبيه في هذا المجال. والانتهاكات التي حصلت خلال هذه الحرب العدوانيه يعني كبيره جدا في مجالات يعني الضحايا بالقتل، الاطفال، النساء، الشيوخ، الشباب، ايضا كمان الاضرار التي حصلت في البنى التحتيه التي حصلت في المساكن في كل حي. نعم دكتور محمد، ولكن الاشكاليه هنا ان المنظمات الدوليه لم تعر لهذا الموضوع اهميه، ولم يكن هناك ايضا كمان امكانيات لدى المنظمه الموجوده في عدن بان توصل هذه المعلومات للمنظمات وللرأي العام العالمي، وظل هذا هذه المعلومات ظلت حديثة لدى هذه المنظمات. بعض المنظمات استطاعت يعني بفضل علاقتها أن يعني تخرج بعض المعلومات، ولكن على المعلومات المتكاملة حتى الآن لم تظهر. هناك في انتهاكات بشعة، انتهاكات كبيرة جدا حصلت في عدن، مست حقوق الإنسان بكل جوانبه، وهناك جرائم حرب حصلت أيضا كمان رافقت هذه عملية الحرب. حتى الآن لم تظهر إلى الرأي العام العالمي ولم يطلعوا عليها، وحتى المنظمات الدولية لم تعد لهذا الموضوع أهمية. نعم، إذا مسؤولية من دكتور محمد؟ مسؤولية من التنسيق بين المنظمات المحلية والمنظمات الدولية؟ المفروض وزارة حقوق الإنسان. وأين هي وزارة حقوق الإنسان؟ ولكن وزارة حقوق الإنسان صراحة قصرت كثيرا فيما يتعلق بقضية متابعة الانتهاكات التي حصلت في عدن وفي الجنوب، وعدم توصيلها للرأي العام العالمي، وعدم توصيلها ايضا كمان للمنظمات الدوليه. نتاج لان المنظمات الدوليه بعيده عن عدن، امتنعت من دخول عدن تحت مبررات يعني خاصه بها، ولكن كان يفترض وزاره حقوق الانسان ان تتولى هذا الموضوع وتتواصل مع المنظمات الدوليه، وايضا كمان ان تقدم دعم للمنظمات المحليه لتمكنها من توصيل هذه المعلومات الى الرأي العام عبر مختلف الاليات والوسائل. نعم، اذا دكتور، ما هي الخطوه التاليه لعمليه الرصد من قبل هذه المنظمات الحقوقيه؟ اقصد مثلا على سبيل المثال، هل يمكن التنسيق مع الحكومه لضمان وصول هذه الانتهاكات على الاقل لمحكمه الجنايات الدوليه، او حتى على الاقل لعمل بالحسبان تعويض هؤلاء الضحايا؟ نحن حرصا على استقلاليه منظماتنا، نحن بالذات في مركز اليمن دراسه حقوق الانسان نحرص على ان نحمي استقلاليه عمل المركز، وبالتالي لا يمكن ان ندخل الحكومه باعتبارها طرف من اطراف هذا الوضع الموجود في داخل هذه الحرب. لهذا نقول ان وزاره حقوق الانسان الذي يفترض ان تكون يعني في لديها يعني مساحه من الحركه ومساحه من الاستقلاليه الى حد ما، فالمفترض هي ان تلعب هذا الدور.
وهي عليها أن تنسق مع الحكومة فيما يتعلق بهذا الموضوع. نعم وصلت الفكرة. دكتور محمد قاسم نعمان رئيس مركز اليمن لحقوق الإنسان، شكرا جزيلا لك. كشف تقرير حقوقي عن ارتكاب ميليشيا الحوثي لنحو 4800 حالة انتهاك منذ سيطرتهم على العاصمة صنعاء في سبتمبر من العام 2014. وأوضح التقرير الصادر عن مركز صنعاء الحقوقي أن 93 حادثة قتل عمد تعرض لها مدنيون بينهم امرأتان، وأكثر من 2100 جريح برصاص الحوثيين أو براجع مضاد الطيران. أغلقت بعض المدارس أبوابها في قرى مريس بمحافظة الضالع بسبب القصف العشوائي الذي تشنه الميليشيا، ولم يتبقى سوى مدرسة واحدة يقطع الطلاب مسافات طويلة للوصول إليها. وبرغم الصعوبات والإمكانيات المحدودة يواصل القائمون على المدرسة العملية التعليمية بكافة الوسائل. لا صوت يعلو فوق صوت التعليم، هذا هو حال مدرسة الشهيدين الواقعة في منطقة مريس التي احتضنت أغلب الطلاب القادمين من القرى التي تعرضت للقصف والتي أغلقت مدارسها بسبب الحرب. وقد استقبلنا في الأيام الماضية عدد من الطلاب النازحين من مديرية دمت وكذلك من المدارس المجاورة لهذه المدرسة، حيث أن مدرسة الشهيدين هي المدرسة المحورية. مسافات طويلة وطرق جبلية يقطعها هؤلاء الطلاب حتى يصلوا إلى هذه المدرسة التي أصبحت الصرح العلمي الآمن لهم. وبالرغم أن هذه المدرسة تعاني من افتقار للكثير من الخدمات والإمكانيات التي توحي بحجم المأساة التي تتكبدها مع كثافة طلابية كبيرة، إلا أنها صامدة مؤدية رسالتها العلمية على أكمل وجه. احنا نعاني من مشاكل، يعني بعد المسافة المدرسة حقنا تعرض للقذايف. ورغم كل هذه الظروف إلا أن إدارة المدرسة تبذل كل ما بوسعها للارتقاء بالعملية التعليمية، وتعمل جاهدة على انتشال أبنائها الطلاب من أوحال الجهل، وتسعى إلى رفع روح التعليم لديهم. فقد أقامت حفلا تكريميا للطلاب المتفوقين بهدف خلق أجواء تعليمية بعيدة عن أصوات المدافع والبندقية التي ما زالوا ينامون على أصواتها حتى هذه اللحظات. هناك بعض المدارس كانت توقفت عن العمل نتيجة المشاكل هذه، وهنا مدارس ومن ضمنها مدرسة الشهيدين قراوة استقبلت بعض الطلاب النازحين من المناطق التي توجد فيها المشاكل. وبفضل تضافر جهود جميع المدرسين وإدارة المدرسة، وبفضل تضافر وتكاتف وتعاون وتلاحم جميع أهالي هذه المنطقة، استطعنا أن نتعدى هذه العراقيل وهذه المعوقات، واستطعنا بفضل الله سبحانه وتعالى أيضا أن نقدم كل ما بوسعنا من أجل خدمة أبنائنا الطلاب. فصول دراسية قديمة وإمكانيات محدودة، إلا أنها واصلت مسيرتها التعليمية في الوقت الذي أغلقت أغلب المدارس أبوابها بسبب الحرب. محمد المريسي، قناة بلقيس، الضالع.
سياسيا، قال مسؤول حكومي يمني إن الكويت ستستضيف محادثات سلام بهدف إنهاء الحرب في اليمن الشهر المقبل. ونقلت وكالة رويترز عن المسؤول قوله إن المحادثات بين الحكومة الشرعية والميليشيا ستكون في 17 إبريل المقبل في الكويت، وسيرافق ذلك هدنة مؤقتة. وفي سياق متصل، رحب وزير الخارجية عبد الملك المخلافي بموافقة الكويت على استضافة الجولة الجديدة من المفاوضات والتي يسعى المبعوث الأممي إلى عقدها بين الأطراف اليمنية. وأعرب المخلافي في مقابلة مع وكالة الأنباء الكويتية عن أمله في أن تكون الكويت المحطة الأخيرة لحل جميع المشكلات اليمنية. وحدها الحكومة تبدو متحمسة للذهاب لجولة مفاوضات جديدة مع الميليشيا بلا أفق واضح ولا موافقات أكيدة من طرف الميليشيا. خفف الجانب الحكومي من اشتراطاته ومن لهجته تجاه الميليشيا. وزير الخارجية عبد الملك المخلافي قال إن الحكومة تدرك أن الحوثيين سيكونون شركاء في المرحلة المقبلة. نحن قناعتنا أنه حتى الحوثيين سيكونوا شركاء لنا في المرحلة القادمة. كل أبناء الوطن المهم أن لا يكون لديهم سلاح وأن لا يمارسوا الاستقواء. هناك من يرى أن السر وراء هذه اللهجة يكمن في التفاهمات التي تمت الأسبوع الماضي بين السعودية والحوثيين، وما أسفر عنه من وقف للمواجهات في المناطق الحدودية. المخلافي بدا متأكدا بنسبة 99% حد قوله إن الجولة المقبلة من المشاورات ستعقد في دولة الكويت منتصف إبريل القادم، ولكنه لا يمتلك حتى 1% من تلك الثقة إزاء قيام الحوثيين وحليفهم صالح بتقديم أي تنازل أو وقف أعمال العنف وحصار المدن والتخلي عن السلاح. هادي عقب لقائه مع المبعوث الأممي قال إنه موافق على إعلان وقف لإطلاق النار مع بدء جولة جديدة من المباحثات بشرط التزام الإنقلابيين بتنفيذ تعهداتهم وعدم خرق القرار. اللغة والوعود ذاتها نقلها المبعوث الأممي للرئيس هادي بعد لقاءاته بالحوثيين في صنعاء، وتتلخص في موافقتهم على تنفيذ قرار مجلس الأمن وتنفيذ تعهداتهم بالإفراج عن وزير الدفاع اللواء محمود الصبيحي ورفاقه وجميع المعتقلين السياسيين وفتح المنافذ المؤدية إلى مدينة تعز. ميليشيا الحوثي وعبر رئيس لجنتها الثورية اشترطت وقف عمليات التحالف قبل الذهاب إلى أي مفاوضات، فيما لم يشر مطلقا إلى اعتزام جماعته تنفيذ أي من الوعود التي بشرت بها الأطراف الحكومية. لا ينافس الحكومة في تفاؤلها سوى المبعوث الأممي ولد الشيخ الذي رفض الإفصاح عن نتائج زيارته لصنعاء، واعدا أن يعقد مؤتمرا صحفيا في نهاية زيارته لأبو ظبي التي توجه إليها لتصبح رابع عاصمة خليجية يزورها خلال أسبوع، بحثا عن منفذ للضوء، ولا يبدو أن هناك قدرة على إحداثه في جدار الأزمة اليمنية. أصدر نائب وزير التعليم العالي المعين من قبل الحوثيين قرارا بتغيير رئيس جامعة صنعاء واثنين من نوابه في خطوة جديدة للميليشيا لتعيين أنصارها في أجهزة الدولة. وقضى قرار ما تسمى باللجنة الثورية بتعيين الدكتور فوزي الصغير رئيسا للجامعة والدكتور إبراهيم المطاع نائبا لرئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية والدكتور محمد شكري نائبا لرئيس الجامعة لشؤون الطلاب. بحث نائب الرئيس رئيس الحكومة خالد بحاح مع محافظ أبين الأخضر السعيدي الوضع الأمني والخدمي في المحافظة. وبحسب وكالة سبأ الرسمية، فقد أكد بحاح خلال اللقاء أهمية دور السلطات المحلية في القيام بمهامها المتمثلة في توفير الخدمات الاجتماعية، كما بحث كيفية احتواء الملف الأمني وآلية تعزيزه لتأمين المنشآت الحيوية وتفعيل دور أجهزة الأمن لتثبيت الاستقرار والقضاء على الجماعات الإرهابية وفق خطة أمنية وعسكرية. قال منسق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة جيميل إدريك إن 1 من كل 10 يمنيين أصبحوا مشردين
أي بحوالي 1,500,000 شخص. وأكد لدريك مقتل ما يقارب 6,000 شخص وإصابة أكثر من 30,000 آخرين أغلبهم مدنيون خلال العام الأخير. وبحسب المسؤول الأممي فإن أكثر من 20 مليون شخص يحتاجون إلى شكل من أشكال المساعدات، مشيرا إلى ارتفاع معدلات الفقر قبل تصاعد الصراع. يعاني عشرات النازحين القادمين من محافظة تعز أوضاعا مأساوية جراء غياب الخدمات الأساسية في أماكن نزوحهم بمحافظة أبين. مراسلنا لطفي إبراهيم زار منزل أمين أحمد أحد النازحين في المحافظة ووفانا بالتقرير التالي. هنا في هذا المكان توجد مأساة لا يعلمها أحد، في العشش الصغيرة المبنية من أوراق الموز وعيدان النخيل عشرات من الأسر النازحة نزحوا من تعز هربا من نيران الحرب التي هجرتهم من منازلهم، نساء وأطفال ومعاناة ترى ولا تقال. هؤلاء النسوة يعملن في جمع عيدان النخيل من أجل بناء ولو عشة صغيرة تحميهم من حرارة الشمس. ومن بين هؤلاء أسرة أمين الذي تقول عنه الإخصائية الاجتماعية بأنه حالة تستحق الوقوف عندها. ظروفهم الإنسانية تستدعي ذلك، وخاصة الأب بدون عمل وأسرة فقيرة جدا تحتاج مد يد العون إليهم والنظر في أمرهم. 7 أشهر وأمين في هذا المكان هو وزوجته وأطفاله. هذا هو بيت أمين وهذه جميع مقتنياته منذ أن جاء إلى هذا المكان، وهو يعيش مأساته وحيدا وربما يتقاسم الألم مع العشرات من الحالات المشابهة الذين جاءوا معه إلى هذا المكان بعد أن تركوا ديارهم هربا من آلة الحرب التي لا ترحم أحدا. ونزحنا بسبب المشاكل هذه، وذا استحبنا من المشاكل، ما درينا في انه في مشاكل نزحنا بعمرنا شلنا العيال حقنا ومشينا. وليس في هذا المكان فقط، فهناك المئات من النازحين الذين يحملون المعاناة ذاتها، معاناة النزوح ومأساة التشرد والهروب بحثا عن مكان آمن لا يسمعون فيه أصوات المدافع ولا الرصاص. لطفي إبراهيم، قناة بلقيس، أبين. قال مدير مستشفى عتق العام بمحافظة شبوة الدكتور رامي الخليفي إن المستشفى يعاني نقصا في الأدوية الطبية والخدمية، لا سيما مع وصول الكثير من جرحى الحرب. وأشار إلى أنه رغم قطع الموازنة التشغيلية للمستشفى ورواتب الموظفين منذ يناير الماضي من قبل الحوثيين في صنعاء، إلا أن المستشفى لن يتخلى عن واجبه الإنساني. طبعا انتم تعرفوا المستشفى عتق المركز، المستشفى عتق العام هو المستشفى الوحيد في محافظه شبوه الذي يتلقى جميع الحالات في المحافظه. المستشفى وكما تعلمون انه تم منذ شهر يناير 2016 لم يتلقى الموازنه التشغيليه، حيث تم احتجاز الموازنه التشغيليه في صنعاء. ايضا الاطباء لم يستلموا اي رواتب من شهر 12 2015. الاطباء الاخصائيين لم يستلموا اي مخصصات ماليه خلال الفتره. سبق وعلمنا انه المستشفى سيتوقف عن العمل خلال في 20 من هذا الشهر الجاري لعدم وجود موازنه تشغيليه ولعدم وجود رواتب الاطباء. ولكن ما حصل في بيحان المعارك ولقيامنا بالواجب الإنساني لإسعاف الجرحى تم تمديد رفع الأضراب حتى تنتهي المعارك، لكن رغم ذلك المستشفى يواجه كثير من المشاكل، أنه لم يتلقى أي دعم، أي إغاثة، أي أدوية لم يتلقاها المستشفى، بالإضافة إلى أنه الأجهزة الموجودة في المستشفى أجهزة قديمة جدا
متهالكه، مواطير المستشفى مواطير قديمه، طبعا اكلف علينا اعباء كبيره اللي هو تحمل ماده الديزل للمستشفى وقله العلاجات وشحه الامكانيات، هذا شكل عبء كبير على المستشفى رقم. يشهد سوق الخضار المركزي في الحديدة تراجعا في الطلب والشراء بسبب ظروف الحرب التي طالت بالمحافظة، حيث اضطر المزارعون إلى التوقف عن العمل جراء غياب المشتقات النفطية، ما أدى إلى تكدس المنتجات الزراعية في المحلات. نتابع هذا التقرير. لا زحام على بوابة سوق الخضار المركزي بالحديدة، وهو مكان كان يكتظ بالمزارعين الذين يعرضون محاصيلهم فيه على الدوام. ما في شغل، الشغل ميت، الزبائن كلهم مع الحرب كلهم تطايروا جميع المحافظات، ما يقول له شويه ما عاد بشط الزر، كل المحلات فاضي الان اقل 40% الشغل ان السنه الاولى. تسببت الحرب بشلل كبير، صارت حركه الصادرات من الفواكه والخضروات متوقفه تماما، فيما التلف يصيب الكثير من المحاصيل الزراعية والتي يحاول بعض التجار تصديرها عبر منفذ الوديعة الحدودي. الصادرات توقفت يعني 90% تقريبا، 90% مع بعد الطريق عن طريق الوديعة، يعني أكثر القواطر تخرب الحبحاب والشمام، إن كان الخط حرض قريب جدا، كان يوم واحد تدخل السعودية على طول، الصادرات كانت ماشية 100%. كثير من المنتجات تتكدس هنا لأيام، ليضطر المزارعون التوقف عن العمل جراء غياب المشتقات النفطية وإحجام كثير من المواطنين عن الشراء بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة. البيع والشراء كلها واقف، وبصراحة هذه الأزمة أثرت علينا بشكل كثير، والسوق عندنا تدهور مرة. على أمل يناضل من تبقى هنا بعرض بضائعهم لتأمين ما تيسر من الحياة، لكنه يبقى أملا مرهونا بصمت أفواه البنادق وتوقف نزيف الرصاص على ذلك يكون قريبا. كشفت مصادر مطلعة أن عملية ترحيل 17 يهوديا يمنيا من صنعاء إلى تل أبيب جاءت عبر ترتيبات ووساطة أطراف دولية، ونقلت صحيفة الشرق الأوسط عن المصادر قولها إن العملية تمت عبر رحلة جوية من مطار صنعاء إلى مطار الملكة علياء في العاصمة الأردنية عمان، ثم إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة. مصطحبين لهجتهم ولباسهم ووثيقة تاريخية، غادر عدد من يهود اليمن الموطن الذي وجدوا أنفسهم فيه، تاركين خلفهم مئات السنين من الذكريات وتاريخ العيش المشترك الذي كان سائدا في حقب زمنية طويلة. كانوا خلالها جزءا من مجتمع كبير بدأت رحلاته مطلع العام 1948 ضمن ما عرف يومها بعملية بساط الريح. وفقا لآخر المعلومات، فقد استغرقت الجهة المنظمة لرحلتهم أكثر من عام في ترتيبات طويلة ومعقدة تواصلت خلالها مع أطراف عدة، بينها أولئك الذين يهتفون بالموت في وجوه الراحلين. لقد ظلت المجموعة الأخيرة كما أسميت متمسكة بالبقاء رغم كل المخاطر التي واجهتها عقب السيطرة الكاملة لميليشيا الحوثي على أماكن تواجد معتنقي الديانة اليهودية، خاصة بعد الخطاب الذي وجهه أحد قادة الميليشيا في تهديد واضح ما زال عالقا في ذاكرة المغادرين والذين نقلوه معهم إلى الأرض الجديدة والتي سبق لهم التمسك برفض اعتبارها أرض الميعاد. بس أعطوا لنا إنذار أصحاب الحوثي، قالوا لكم 10 أيام وأنتوا تخرجوا من هذا البلد، ما لم سوف تندموا، يا نقتلكم أو نختطف أحد منكم. وكانوا يعرضون عن كل من يهتف بدعوتهم إليها وإن مازحا، فقد كانت اليمن على الدوام موطنهم الأصلي ولم يضربوا موعدا في سواها كما يعتبرون. نهاية النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. مقتل 7 من ميليشيا الحوثي في مواجهة عنيفة في منطقة الضباب بتعز. قتلى وجرحى في اشتباكات بين المقاومة والحوثيين في محافظة البيضاء. منظمة حقوقية ترصد مقتل نحو 1400 شخص في عدن برصاص الميليشيا.
نهاية النشرة قدمناها لكم من قناة بلقيس. للمزيد يمكنكم متابعة موقع القناة الإلكتروني، كما يمكنكم أيضا التفاعل معنا عبر صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. نلقاكم على خير.